سليم، يا سليم، سليم، العم وين هذا؟ وين راح؟ لك سليم، يا سليم، وين راح؟ معقول يطلع بدون ما يقول لي؟ شو الولد هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيك بضل لحقك طول الطريق. خلاص عم اقول لك بدي اختم يكون الموضوع رسمي، واذا بتقولي لا ما بعود بلحقك بالمره. انت؟ لا مو انا معلمي، ام محمود هو اللي بده يخطبك. الو لك شو الو الي؟ بس يعني انا بدي ابعته مشان يخطبك لالي. ماني موافقه. وليش بقى مالك موافقه؟ لانه ما بفكر انخطب لواحد من نموذجك، نموذجك ما بيعجبني. نموذجك ما بيعجبني؟ ثقيله. وليه؟ وليه شو ثقيله؟ ايه يعني النموذج، يعني الموديل، يعني البني آدم كله على بعضه شيلة وحدة، فهمت؟ ايه يعني هلا أنا كلي على بعضي شيلة، يعني نموذج. مظبوط. قلي لشوف، شو مناسبة السؤال هاد؟ لما مين لما؟ بنته للدكتور سالي. شبهها؟ قلت له إنه معلمي أبو محمود بده يجي يطلب إيدك إلي، قامت قالت لي ماني موافقة. قلت له ليش؟ قالت لي ما بيعجبني نموذجك. مظبوط، البنت عم تحكي صح. تعرف سليم؟ شو؟ كمان أنا ما بيعجبني نموذجك. معناتها العطل من الشيلة. تسلم تسلم يا أبو جادي. تسلم. إيه اللي؟ مشان البضاعة اللي حكينا لك عنها. شو لسه ما بدك إياها؟ إلا ما بدي إياها روح. شو الحكي؟ ليش إيش بو هالحكي؟ من هديك المرة قلت لك ما بدي اياها، ليش في شي جديد يوم؟ لا لا ما في شي، بس ظنيت انه غيرت رأيك. لا روحي لا، ما غيرته. يعني ما نبعتها؟ إذا بدك بعتها، بس ما بصرفها قبل ما أصرف بضاعة جمعة ونعيم. ماشي روح. ماشي ماشي يا أبو جادي، مثل ما اتفقنا. على راسي. أهلين مع السلامة. اللي شو قال له؟ مثل قبل، بس اخر شيء قال بعتها، وبس يصرف بضاعه الجمعه بصرف بضاعتنا. معناتها ما لازم نبعث له شيء؟ لا بالعكس، نبعث له دكتور، ليش لا؟ وبركي ما انباعت؟ على كفالتي دكتور، على كفالتي تنباع، البضاعه عليها طلب كثير. على كفالتك انت ها؟ ايه على كفالتي. يلا يا شباب خطفوها يلا بسرعه. هادين ابو شير الشعر كله بفرنك. من اول ما شفته عرفت انه مصلحجي. عمي ابو صغير ايش بدك؟ امتى بدنا ننزل على الشغل؟ في محل السيارة؟ في محل حق اشحنهم على البضاعة عشان تفي موسيقى تصويرية. برافو عليك. تكا الشغل تمام. على مكتبك. شو قال ابو احمد هذا؟ شو قال ابو احمد؟ قلنا له ركب بدك تشوف فين ما ركبها، شلون بدي كمل شغلي انا؟ عبد الكريم؟ يا عبد الكريم! نعم. مرقت عند عبد الله؟ ايه مرقت، وبكره بيرد لنا خبر مشان الاجره. ايه، اذا ما اعطانا اللي بدنا اياه بلا. طبعا بلا، في مليون واحد صافين على الدور، هي مصلحتنا بالمعلمين، والناس بترغب بالمعلمين بهالمصلحه، ادهان هردك ما عاد يمشي حاله. اذا ما اعطانا اللي بدنا اياه بلا. لازم نصر على السعر تبعنا. نستاهل ولا لا؟ بنستاهل، واحلى كاسه شاي لاحلى عدنان. اهلين عبد الكريم. اهلين سيد عدنان. الله معك. ما هي التجارب التي اثرت في الشاعر عز الدين محمد؟ هناك الكثير من التجارب التي تاثرت بها، الا انني لا انكر تجربه الشاعر الكبير محمود درويش التي كان لها ابلغ الاثر في شعري، وكذلك الامر تأثرت بشعراء كبار أمسان بدر شاكر السيار ونزار أباني ومحمد الماغوت. ليش الماغوت بيكتب شعر؟ نعم، لكن بيكتب مسرحيات لدريد لحام. يا أنسة تفضلي تفضلي، خلص وقت المقابلة تبعي.
معقول صحفية ما تعرف انه محمد الماغوت يلي هو اقوى من كتب قصيدة في النثر بالوطن العربي كله ما تعرفه انه شاعر؟ ايه انا بقطع ايدي من هون ومن هون اذا الى علاقة بالصحافة. هي الى علاقة بالفلافل وبالبيتنجان المقلي. وامتى بيصلوه؟ ما بعرف، يعني بدها شي اسبوعين اكيد. على كل حال هاي وصل الاستلام وهاي فاتورة الشحن. يا بس هيك كتير. ايه بضاعتنا كتيرة ولو دخلك؟ إذا وصلت البضاعة لأنشادي رح يتصرف فورا؟ ايه ممكن جدا، وخاصة إذا شاف إنه جمع آخر بضاعته كتير. بعدين نحن شو بدنا بأنشادي؟ المهم هو يستلمها ونحن ببوسكو ونصرفها. يعني عمليا ابو شادي مجرد مكتب استلام. وبالنسبه لجمعه نفس الشيء؟ ايه لا، ايه في فرق كبير بينه وبين جمعه. جمعه ما بحسن يتصرف اذا ابو شادي ما ساعده. اما نحن فغير شيء، غير نموذج. ايه لكان شبكشف يا حدا زياجي؟ يعني مين بده يزعجني غيرك؟ أنا عم بزعجك يا سفيقة؟ ما بعرف شو بدي لك. جمعة اللي كان يشحد الليرة مني صار تاجر. الأستاذ نعيم اللي كان ينام بالشوارع دبر حاله. أبو رياض صار يتاجر بالبنايات. الله عم يفتحها على الناس. أنت ليش مسكر على حالك؟ ليش ما بتقوم وبتشتغل مثل ما كل الناس عم تشتغل؟ معي عم تحكي يا شفيقة؟ ايه معك انت. رجال طول وعرض قاعد بالبيت. تقطع قلبي وانا عم شوف جمعة الشحات كيف صار تاجر. لامتى بدك تضل قاعد؟ اكل ومرعى وقلة سمعة لامتى؟ يعني انت مزعوجة لاني بارك ببيتي؟ أنا عبد الجبار اسكانيا تحكي معي بهالطريقة؟ لك أنا بالكراج كله بحياته ما حدا حكى معي بهالطريقة، تيجي أنت وتعلي صوتك علي؟ نعمة؟ عبد الجبار؟ المهم، إمتى بصير الموسيقى جاهزة؟ شهر منيح؟ ممتاز، بكون خلصنا الإنتاج نهائياً. إيه أستاذ جمعة؟ إمتى رح تكتب لنا الجزء الثاني؟ جاهز على الفور، بس في عنا سفرة لمدة شي أسبوعين ثلاثة. بس نرجع بنتفق وباشر بكتابة الجزء الثاني. يا سيدي بنتفق هلا وبنكتب العقد وبنعطيك سلفة، شو رأيك؟ عبد الجبار وين رايح؟ ما هي شغلتك؟ وين رايح عمو؟ ضايج شوي بدي اتمشى. طيب انا بطلع بتمشى معك، عود شوي، لا تزعل مني. انا عم احكي هيك من حرقة قلبي عليك. طيب، اعمل مثل ما بدك، بس لا تزعل. طبعا بدي اعمل مثل ما بدي لك، بدي اعمل مثل ما بدي. بدك ياني اصير تاجر شنطة على خط موسكو مثل الجمعة وديك الجن؟ بدي امشي ليلى. وين تحجزي؟ بعد بكره، وهن مسافرين معنا. انا ما بقدر فوت على بيتهم، صدقني ما بقدر. ولا يهمك عيدو، انا محضر لك خطة مرتبة، بس انت اتصل لي بابو الليل وديبو مشان تخفوهم. بدي اياهم اسبوع كامل مختفيين عن انظار. هات لنشوف الخطة بالأول. السلام عليكم، تحياتي. أهلين خير. ما بلزمك شي عالتالي ساعدك بالفرش؟ هلا ما بيكفيني مرتي، أنت جاية كمان تاني؟ ضروري أجيش بك معصب، بساعدك ببلاش إذا بدك. إيه إذا ببلاش تفضل شيل شرف. إيه ببلاش، بس أنت روح خليك مروق ولا تعصب. خلاص ما حنعصب. وين الأغراض؟ شرف جوا. شرف. هات نعيم، سمعنا آخر ألحانك. كيف بدي سمعك وما في عود؟ مش العود وينه؟ شحنتهم على البضاعة لعند أبو شادي على موسكو. حلو، معناها الموسيقى التصويرية تبع المسلسل بتلحنها بموسكو. طبعاً الواحد ما لازم يضيع وقت لأنه الحياة بزنس. بس الجزء الثاني كيف بدي أكتبه؟ أكتبه مثل الجزء الأول، ما بدها تعقيد. شوف عبد الجبار شو عم يعمل والنقوش على الورق. أنت عبقري يا نعيم، عبقري. اسمع اسمع لأقلك كيف بدي افتتح الجزء الثاني. هلا اتركني من الجزء الثاني وقل لي، سألت الدكتور سالم شو بده يعملنا على العشاء؟ شو بيعرفني؟ هلا معقول اسأله؟ فعلا
معقول تسأله؟ بدك تدفع الاجرة وانت عم تضحك، وين الشرطة؟ ليش هلا ما اجيت؟ هلا مو انت قلت لي بدك تساعدني ببلاش؟ انا قلت لك ببلاش اساعدك انا؟ ايه سمعت عن ثاني عم بقول لك ببلاش يا مجرم يا سفاح؟ يا اخي في مجنون بزق لك عفش ببلاش؟ وين الشرطة؟ بدها الشرطة تجي. اه كو اجت الشرطة هلا بفرجيك. خير شو قصة انت وياه؟ لا خون ما عم برضى بدفع لي اجرة شيلة الاغراض على الماكينة. طول بالك شوي. لا خون شال لك اغراض على السيارة شي؟ ايه نعم. دفعت له؟ لا. وليش ما دفعت له بقى؟ هو قال لي انه رح يساعدني ببلاش. بلاش؟ يعني عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة، في مجنون في العالم بيشتغل ببلاش؟ بعدين كان الشوفير، وين الشوفير؟ سألوه سألوه، أنا قلت إني بشتغل ببلاش، قلت هيك شيء؟ بصراحة أنا ما سمعت هيك شيء. وشو بتعرف عن الموضوع؟ إجا الشاب لعندي وسألني إذا كان لازمني عتال للأغراض ولا لا. امدليته على صاحب الأغراض، راح لعنده واتفقوا. وعلى شو اتفقوا؟ ما بعرف على شو اتفقوا. وحمل الأغراض فعلاً؟ يا سيدي مثل الغزال. شو يا أخ؟ منحل القصة هون ولا منروح على المخفر منحلها؟ منحلها هون وأمري لله. قديش بدنا نعطيه؟ 200 ليرة، ما بنقصوا قرش واحد. 200؟ 200 كتير! أعطيلك عمي أعطيه. هذا أقل شيء بياخذ العتال على هيك حمل. لك أنت شو دخلك؟ ممكن تطلع على سيارتك وتشوف شغلك؟ وليش عم ترفع صوتك علي؟ علي ما علي بإيدك اليمين بنزلك الحمل كلياته. خلصنا أنت وياه. بتفضي له الأغراض؟ إيه بفضي له إياها وليش علي؟ بس على هالحالة الأجرة بتصير 1000. دكتور عيون عم يسأل خطيبته. أنا حبيبتي شايفة الوردة؟ قالت له إيه؟ قال له هيك. يا أهلا وسهلا. عذبناكي دكتورة؟ ما في شيء من واجبكن، عن إذنكن. أهلين مدام. تفضلوا شافوا. سعيد دكتور وسيم فتح المحل، على عمي إنه مسكرينه. مين قالت إنه وسيم فتح المحل؟ ما حدا قال لي، بس واحد من رفقاتي بالصدفة كان مرق قدام المحل قام شافه فاتح. مظبوط ولا لا؟ مظبوط مظبوط. شفت؟ مظبوط. قال في واحد مع وسيم عم يشتغل جديد، مين هو؟ قرايبي، شب قرايبي. بعدين شو صدقين؟ رح تقضي لنا يا محل وسيم وسيم؟ هات لنشوف شو اخر اخبارك الفنيه هات. عم لحن قصيده اسمها لا تفتح المحل بزعل، كتبها الاستاذ جمعه. استاذ نعيم؟ نعم. انت عبقري؟ بعرف. شو هيدو؟ دخل بدهن شوية وقت. جهزوا حالكم يا شباب. أبو الليل شو؟ أنا ما راح أحكي ولا كلمة لأنه بيعرفوا صوتي. أنت والشباب خدوا راحتكم، احكوا يلي بدكم يا. المهم ما بدي طجة. يعني انقضاض مفاجئ؟ إيه مفهوم؟ مفهوم معلم هيدو. ولا يهمك لعيونك، اليوم راح تشوف شو راح نساوي لك فيهم. أنتوا اعملوا يلي قلت لكم عليه وكل شيء بيمشي مظبوط. تمام؟ تمام. معك شوي. ايش بدك؟ لما يا عادي ما قلت لي انك نسيتها؟ ما عم بقدر انساها، ما عم بقدر انساها. وانا ايش لي علاقه؟ انا ايش لي علاقه؟ لك شلون شو لك علاقه؟ بدي اياك تساعدني شوي. اهلين ابو سطيف، خير؟ ايش في؟ منينكم يا نمتوا؟ دقوموا ولا اشوف. لوين عمي؟ دجران بدي اعمل لي فكه بالماكينه، دقوموا ولا اشوف. يلا 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 سابقكم خيو. خير وعينا بس. حضر لي السيارة بسرعة. جاهز الليلة ما تروح. تعرف ما جهز لحالنا مع انه السفر بكرة. معلش هلا بنام ومرتاح ومفيق الصبح مجهز حالنا. الباص تبعنا بيمشي الساعة 3 شبه. لا مو هي السيارة اللي خطفتنا هذيك المرة. لا شو عم تحكي انت؟
في كثير سيارات بيشبهوها. شو بقى؟ صاير جبان ها؟ لا بس يعني احتياط واجب. بسرعة 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 بسرعة. رح ننفذ هالمرة كمان. شو عرفك؟ عبد الجبار رح ينقذنا. مين قال لك؟ طيب هيك مكتوب بالسيناريو، شو مالك قاري؟ اي والله تذكرت. خلص بقى انت وياه، صرعتونا. يمكن نزل دولاب السيارة. وقف خليني شق على الدواليب. هلا وقتها يا ابني. لا انت ما بمت علي ولا قاعده لك تشبه له بهي العرجه، لاني بس ان هذا اللي فتالي وحالي. سياره العصابه الا مو سياره العصابه. يا عمي تربن ضد. اي والله وكني ديك الجن معهم كمان. لا اي والله. يلا شباب جيتوا ولا الهوا رماكم؟ انقذني يا ابو صيف، فضلك على رقبتي طول عمري. هالمرة أنا ما أنقذتك، الصدفة هي اللي أنقذتك. لما كنت شاكك أنا عم بنقذك، بس هلا حظك الحلو يا جماعة أفندي. ما فهمت كيف؟ يعني الشي اللي سويته أنا الليلة سويته مشاني، مشان ضميري، فلا تاكل هم، أنا مالي فضل عليك، الحظ هو اللي له فضل عليك. وحظك بيفلق الصخر. فعلاً يا جماعة. يعني بصراحة لو اجوا شحطوك من البيت هلا ما كان حدا قال لهم ليش طاول. يا ريت. ما فهمت. سلامتك، الحمد لله على السلامة. وشلون بعطيكم اجرتكم انتم ما عملتوا شيء؟ استاذ خميس نحن ما لنا علاقة، نحن كنا عم ننفذ الأوامر وبس. عيدو هو اللي حط الخطة. ومين اللي هرب لما أكل أول كف؟ عيدو. هي شي اللي نحن ما لنا قده. مجرمين. دقنا الويل منه. نحن اكلنا قتله منه بس ما عم بتذكر بانه حلقه. بانه حلقه؟ بانه حلقه؟ بانه حلقه؟ يلا بالاذن يا جماعه. الله معكم. الله معكم. مع الله يسلم. بري عليك ديك الجيل لابس مانتو لاني برد سليماني بموسكو. ها تربايتك ابو سطيف تامرنا شيء بموسكو. بدي سلامتكم خيو. يلا السلام عليكم. على السلامة. سلامة ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. نتسبب. وين راي؟ نتسبب. ديار والله معك. سلامة. سلامة ست شفيقة. والله معك. مع السلامة. شو قصتك ابو سطيف؟ كأنك متضايق. لا لا ما في شيء. ينقطع لساني. ليكون لساتك زعلان من كلامي. خلص قلت لك ما في شيء طاول. أعمال حرة. كيف هي أعمال حرة؟ هي ما فهمتها. إيه ولا أنا فهمتها بس هي هيك اسمها أعمال حرة. إيش بساوي؟ طيب المهم وين المصاري اللي عم تطلع؟ أعطيني إياها لشوف. المصرات؟ إيه كناني المصرات. هات لشوف. هدول رح خبي لك ياهن. ليه تتخبيهن؟ خديهم مصروف إلي. لا ما رح أصرفهن. إيوه فهمت عليكي. إيوه هلا يا عمو. تفضل بابا. ابو سطيف. ايوه. اعطينا من عندك 5000 ليره. خذي لحالك، حط مصرات فوق بالغرفة. بالغرفة؟ ايه ما ضل شيء بالغرفة. خلصوا. ولك ايش خلصوا؟ وين راحوا؟ شبك عم تصرخ؟ طبعا بدهم يخلصوا. منين مفكرنا عم نصرف لكان؟ من عندي؟ ايه بس هيك كثير يا شفيقة؟ ايه ما معقول يخلصوا بهالسرعة؟ لا يا سيدي بدهم يخلصوا
واسرع من هيك كمان. شو مفكر انه البيت ماله مصروف؟ بعدين هالتياب اللي عم بلبسها ببلاش؟ عاساس انت خياطه وبتخيطي حويجك لحالي؟ يعني لاني خياطه بدك يعني ما اشتري ولا فستان من السوق؟ شو هالحكي يا عبد الجبار؟ معقول هذا اللي عم تحكيه؟ ماشي لا تزعلي، الله بس يجي عادل بعطيكي. ترك معه شوية مصرات. وبعدين؟ شلون يعني؟ يعني هلا رح تدبر لي مصاري، بس بعدين منين بدك تدبر؟ خلاص يا شفيقة، الله كريم اشبه. يعني ما بدك تنزل على الشغل؟ رح بنزل بنزل، دوني بالك علي الصاير ليه؟ اوف. موظفين معلم حاسبنا. لا بتعرف. لملو مرحبا. سليم شو بدك؟ ما بدي شيء. هلا احنا مو اتفقنا انه ما عاد تشوفني؟ مو اتفقنا وخلصنا؟ ايه انا عند كلمتي ورجال وما رح اتراجع، بس بدي اسالك سؤال واحد. تفضل. شو يعني نموذج؟ نموذج؟ طالعه من المعجم. معجم؟ اخ شو معجم فيكي انا. علي ايش بك ابو سطيف؟ ضل معك شيء من المصرات اللي تركتهم معك؟ مصراتك ما ضل معي شيء. ليش ايش في؟ ما ضل عندي مصرات؟ ما هي مشكلة هي مصرات. 1000 ليرة بكفوا. خليهم معك، أنا ما لازمني مصرات هلا، بعدين بكره بطالع غيرهم. لك بكره بزيوز يلزمنا، خليهم معك. خليهم معك ابو سطيف، خلاص ما يلزمني هلا. ايش تقول لك؟ ايش شو؟ معك رقم تليفون كراجل دور بحلب؟ لا لحظة لحظة. هذا هو؟ شي تركني لحالي. طيب هيك انا بدي اروح وماني مطمن. طمن ما فيني شي، شوية تعب. معناتها انا ماشي. اوعد وانت ساكت. ايه بقعد. هيك بيكون احسن. معلمي قد الساعة؟ بس يعلي. باري لما يعلي قل له بدي ابو عبدو البنوسي. خلص لما يعلي بقول له. وبريده معلمي. علا؟ ما علا. ايوه ايوه ابو عبدو. ايش هاد عم بيقول الرقم مفصول لاسباب ماليه؟ ايش يعني؟ ايش بعرفني؟ يعني ما عم يدفعوا فاتوره التليفون. صحيح نسيت اقول لك مشان فاتوره التليفون لازم تروح بعد بكره مشان تدفعها. ماما انا بروح بدفعها. اهلا وسهلا. تفضل. يسلموا الايدين. وسيم بدك شيء؟ سلام. الله يسلمك. شراب الشاي على السريع وخلينا نطلع لفوق. لوين؟ على بيت خميس؟ ايه نعست. يا معلم ضروري اطلع معك انا. يا عمي دي اخلي لحالي. يعني حلو اترك امي واخواتي لحالهم؟ عادية، وقت اللي طلعنا من الحبس كان ابوك مسافر وتاركهم لحاله. بعدين وين المشكلة؟ عم ننام بنفس البناية، قوم قوم يلا خلصنا. يلا امري لله. تفضل. يلا. اطلع من بيتي! اكلوا مرعى ولا السرعة! شفيقة!
اللي عم تحكيني الحكي؟ ايه الك! ليش في دمي غير الحيط؟ شفي وطي صوتك، هلا الاولاد بيسمعوا. بيسمعوا؟ هلا صرت خايف يوم حدا يسمعنا؟ يلا امشي، شو عم تستنى؟ لبرا! يا شفي يا كابوس، اما ايش كابوس؟ خير ان شاء الله. رح اجيب لك شوية مي. تفضل روح، لا تاكل هم البضاعة طاويل. انت التهي لي بكتابة المسلسل وبس، واترك الشغلة علي، هي شغلتي لما هي شغلتي؟ شغلتك ونص يا ابو شادي، بس انا كل فكري اني ما عزبك يعني. هذا بزنس روح، ايش تعذبني ما تعذبني الا اذا كان ما في ثقه. لا لا يا ابو شادي، انا ما بسمح لك بهالكلمه بنوب. انت اخ عزيز وغالي كثير، والاخ عبد الكريم كمان. عب هادي يا استاذ جمعه. عسكان هيك حط اجريك بمي بارده وتطمن. استاذ جمعه عجب، بدك تحطنا بالمسلسل الا لا؟ اي لكان، انتو اول الناس. عسكان هيك رجاء الروح غير لي الاسماء. ايش كني شاكين فيك بيت حماق خيو؟ مو بس شاكين فيه، سمعت انه شاكين فيني انا كمان. صار بدها حلي عبد الهادي، بدها حلي. اي مو على عيني عديل، احلى عديل بالدنيا كلها والله. وانت روحي. اسمع نكتة ابو شادي، هات لشوف. واحد سالته حماته وقالت له لك ولا للديب؟ الا للديب. هذا اللي طلع معك؟ شو ساوي لك أنا؟ شفت السوق معبى من نفس بضاعتنا، مع العلم انه جينا سوا نحن وجمع لهون، وبعدنا بضاعتنا مع بضاعته. المعلوم بده يتعبى. شو مفكر ما في بالسوق غيرنا نحن والاستاذ جمعة؟ بس انا اللي بدي اعرفه انه شو هو السر اللي بخلي جمعة فرحان ومبسوط؟ اكيد ملاقي تصريف لبضاعته، ما في غير هيك. مو ضروري، بجوز ماله محملها، في ناس هيك بتصرفوا. بس مو جمعة، إيه هذا بحسبها على القرش. إيه لا مو معقول. إيه ما شفت قديش اعطانا مصاري لما انزنقنا؟ اعطانا؟ إيه لو مو حاسبها ما بيعطينا. هو مصلحته يعطينا مصاري هون وياخذهم بالشام، مشان يرتاح على اقليه من اسئله الجمال قبل ما يطلع من روسيا. شبنا؟ ايوه هلا دارت لي. عمليه؟ ايه عمليه. شو بك من ازيد ابو سطيف؟ على اساس علاجه بس. الحقيقه العمليه ضروريه، بس نجاحها مضمون ان شاء الله. لا تخاف ابو صغير. وامتى العزم باذن الله؟ مو هلا، طول بالك علي شوي لحتى الاقي الوقت المناسب. يعني العمليه اكيده؟ 100% لازم نعملها من كل بيت. يا سيدي الله وايدك، مو معيبنا هلا من القصه. واللي وين كنا؟ انت ذكرتها قسم ذكرتي. يا سيدي كنا لما قال لك الجرجانازي خذ على يمينك. ايوه هو قال لي هيك ونزلت في ضرب. انا اضربه واصرخ، انا اضربه سأل عادي. دراستي اهلين اهلين. هي جبت لكم كل النتاشات. لك اهلين بعبد الكريم وبضيوف عبد الكريم. عبد هادي يا استاذ جمعه، عبد هادي مو عبد كريم. اسف اخي عبد الهادي، خربطت بينك وبين واحد صاحبي كمان شاعر. يا سيدي على راسي، خلينا بالمهم روح. فعلا خلونا بالمهم شباب. المهم البضاعة عم تنباع شوي شوي، بس الحمد لله انه عم تنباع. الحمد لله. لانه هالنوع من البضاعة عبى السوق من فترة. بس انا ابو شادي مو نص فرنك، لانه اذا بتسأل علي هون ايش بقولوا لك؟ ابو شادي على سنه ورمح. فعلا. لا ما حذرته، لانه هون ما حدا بيصح له ابو شادي، الكل بيصح له البرنس. لك يا عيني عليك يا عبادي، واحلى عديل. ما في شيء، خليك بحالك وانا بكون مرتاح. لا يا عمي محمود، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ لك ان شاء الله بيقبرني هالوش، معقول اتركك وبدون ما اعرف قصتك؟ روح جيب لي عادل من تحت قطيع الارض، روح. شو عم تستنى؟ طيب شو رايك حط لك عشاء قبل ما امشي؟ مالي نفس. معلمي لا تهكل هم ولا تحتار، انا رايح احط لي ساعتين ونص وما برجع غير معي عادي. مشي. سليم مور، وانت راجع جبنا معك كيلو كباب حلبي، يكون ظريف. ها بس هيك
احلى كباب لاحلى اب محمود. ها يقبشني الوجه. مع السلامه. الله يسلمك. ما كنا نوصل يا حجي، ما كنا نوصل بهالشارع. لك ما حكينا هالحكي، شو صاير لك؟ لك الشارع طويل، صار لك ساعة بتقلي بهالشارع بهالشارع وما كنا نخلص. طول بالك، العمى ضربك شو بتنق؟ ترى الأجرة بدها تزيدها حجي. ما بنختلف، ما بنختلف. لأني هذا الشارع طويل ما بخلص يا حجي، أنا ما بقى أمشي أكثر من هيك. تصطفل، الله معك. وين الله معك؟ دي الأجرة ناولنا. إيه ما بتاخد الإجرة لتوصل الصندوق على البيت حبيبي. فولفو بس ده أخد زيادة، ها أكتر من اللي اتفقنا عليه. ما منختلف. امشي لقلك امشي، لساتك شاب، وين الحيوية وين النشاط؟ امشي. مالك بالطويل يا ابو محمود؟ ابو عبدو انت السادق، شو بناه؟ ابو عبدو عفوا، ما بعرف ليش راح اسمك عن بالي هيك فجأة، ما بعرف. دي خلصنا يا حجي، خلصنا انا نمشي. لك ايه طول بالك يا ابني، الله يرضى عليك، صار لي 50 سنة ما شفته لصاحبي. لا 60 سنة وانت السادق. هي زمان عم يمضي يا ابو محمود، زمان. حجي انا ما بقى بدي الاجره، بدي اتيسر. تصطفل مثل ما بدك. لك شو عم بتقول لي تصطفل؟ بدك تنصب علي يعني؟ الله لا يوفقك على هالكلام، هذا حكي من حكى معي. حميل لك حميل وامشي، شوف قديش بدي اقربك حميل. يلا يعني وصلنا؟ لحشة حجر حبيبي. هلا لو اخذ تاكسي مو احسن لك واشرف لك؟ التاكسي بياخذ مني كثير يا ابني، وانا ما بحب اصرف اموالي هيك وهيك. ليش عدم المؤاخذة؟ ايش قدك تعطيني؟ مثل ما اتفقنا 15 ليرة. 15 ورقة على أساس شارع واحد، وأنا صار لي ساعتين عم بدور معك، شوف حجي بدك تدفع 50 ورقة وإلا بدي أكركبك. ها؟ عم تهددني وأنا رجال أدبوك؟ وأنت السادق قد جدي. ليكك حكيتها بلسانك، قد جدك وعم تطول لسانك علي يا مقوص. يا حجي انكسر ظهري وأنا عم بمشي وراك، اللي قيمت نوصل عقدتني. بهالشارع ما ضل شيء، بس بدك تضل آدمي، إيه؟ فولفو، بس شوف يا حجي، بدك تدفع أكثر من 15 ورقة، أنا يعني بالمختصر مفيد بدك تطق ال 50 ورقة طق، لأنك عدم المؤاخذة ضيعت لي وقتي وضيعت لي صحتي، إيه مو بس ضيعت لي صحتي، ضيعت لي حياتي يا حجي، إيش شو؟ حياتي دي. هوني بالشام. شو عم يشتغل؟ أعمال حرة. شلون يعني؟ كيف بالضبط؟ لو قلتك الحقيقة معي؟ بروح على سبب لا. بارك، بس أنا قصدي اطمن على عادي. خلص اطمن، أعمال حرة جدا. حجي ما وصلنا؟ هالشارع دقيقتين ونكون بالبيت، شد اللي حيلك أنت. صار 100 ورقة حجي، هون عداد عم مرك. لك يا اخي ما بنختلف، يلا شد لي حيلك وخليك قبضاي، امشي. علي
ساعتين بدك تروح، وينك لهلا؟ كنت عم دور عليه، فتلت الشام ارني ارني. يعني ما لقيته؟ لا ما لقيته. كول جايب لك احلى كباب لاحلى ابو محمود. حطه بالمطبخ. ما بدك تاكل؟ لا ما بدي اكل. اكل؟ قلت لك ما بدي اكل. لقمه. لا تعصبني، ترى واصل معي لهون. ها؟ لوين؟ لهون. لهنيك على المطبخ. وين هون؟ ايه هون، حط عندك مو مشكلة. دينا قلنا 100 ورقة حجي. 100 ورقة؟ الله يعطيك عافية، 100 ورقة قدرة حملة خفيفة مثل هاي. مو هيك اتفقنا؟ اتفقنا على 15 ليرة بس. اتفقنا على 15 ورقة على أساس شارع واحد، بس حضرتك يا حجي صار لك ماشيني 4 ساعات، حرام عليك بدك تحط ال 100 ورقة. يا سيدي أنا بعترف إني عذبتك، رح أكرمك تكرم عينك، هي 25 ليرة، روق. ما باخذ إلا 100 ورقة، هيك اتفقنا، اتفقنا قبل 5 شوارع وأنت قلت لي إيه، قلت لي ولا ما قلت لي تذكرت؟ يا ابني ذاكرتي ضعيفة، بتعرف العمر، يعني الكبر عبر، بعدين مو عيب عليك تتهجم علي وأنا أتجدك، ها؟ ترى شوف حجي بساوي فيك مثل فيلم الجريمة والعقاب. ها انا ما شفت الفيلم بس قريت الرواية تبع دستافسكي، ايش رايك فيها؟ ممتازة، وبجوز اساوي فيك مثل ما ساوى البطل بالمرأة الختيارة. بدك طالع المية لا ما راح طالعة؟ اذا هيك طالعة ليش حتى ما طالعة؟ طالعة. خد حبيبي خد، تفضل، مع السلامة. شو بدك تنام؟ ايه تعبان، خلاص بكرة الصبح بنحكي. كل يوم بتقلي بكرة. اسمع عادل، إذا ما بدك تساعدني أنا بتصرف لحالي. إيش بدك تعمل يعني؟ بروح لعند على البيت وبحل هالمشكلة اللي بيناتنا. عادل، عادل أنا بحبه وما بقدر استغني عنه. طول بالك، كلها كام يوم تفتح الجامعة وتصير تشوفها لحالك. لا سيدي، بدي حل هالموضوع بيناتنا قبل ما تفتح الجامعة. يعني شلون بدك تحله؟ لما ما عاد بدياك، البنت ما عاد بتريدك. مو صحيح هالحكي، لما بدياني بس هي زعلانة، يعني شغلة تزعل مو أكتر. وأنا إيش بيطلع بإيدي يعني؟ كل شيء، أنت بس احكي معها، بس لما بتحكي معها شد حالك مو من أفا إيدك. ماشي خلاص، إذا صح لي أشوفها بحكي لك معها. لا بدك تحاول تشوفها. عادل بترجاك يا عادل. ماشي خلاص رح أشوفها وأحكي لك معها بالموضوع. تصبح على خير. انت من اهله. ايه دوباره. ايه ولا شيء لا تعب انا يا رامي. بس شيشي شيشي. يا الله يلا. ايه او ده يمكن هون اجى. دور دور هون. اسمع ليه انا فايت وين راح؟ عليك عليك. كنت عايز اقول لحضرتك سر الخلاف الحقيقي اللي بيني وبين مراتي. عارفه ان انت كنت بتعملها بقسوه. ده مش صحيح. لا عم حضرتك لو عرفت شو الاصوات مين جاي. طب ايه هو السر؟ انا اسف يا فندم. يمكن من بيت خميس. ما اقدرش اقول قدام حضرتك. ما قلت لي مسافر على روسيا. ايه والله مظبوط. لاني ما اقدرش. تعرف شو؟ ايه جاء على بالي اعرف شو عم بيصير. قوم بسرعه على شوف خلصني. ما كانش ينفع يا فندم. ده زي ما قلت لحضرتك سر. شجيجا. بس. بس 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 لحظه افتح الباب. ايوه اهلا اخ سليم تفضل. مرحبا عيدو. اهلا شو اخبارك؟ الحمد لله. خميس عم تشوفه شيء؟ خميس مو هون بموسكو. اذا بدك شيء انا هون. هلا يلا خاطرك سليم. انا وسيم ابن الدكتور سالم عم نلعب بالطابه، فوت لعب معنا اذا ضايج. فيني يعني؟ تفضل ولو. اهلا وسهلا. مرحبا. هلا كيفك؟ شو عم تلعبوا، محبوسة ولا مغربية؟ مغربية. ما لعبتها لسا. خليكم مرتاحين انا بلعب. الو الو مساء الخير. يا مساء الخيرات. انا سميرة، شو نسيتني؟ معقولة يعني؟ حدا بينسى احلى سميره؟ بس صوتك متغير. لا مرشح، انت كمان صوتك متغير. عن جد؟
بس صاير احلى مثل صوت نجاة الصغيرة. انت تروح وتمشي ونسهر ما نمشي فرد شكل. خجلتني خميس يا روح خميس. مو بس صوتك متغير ونبرة كلامك كمان. ما في شيء ما بيتغير يا سوسو. وينك؟ ليكني. طيب بشوفك بكرة. بس انا عن جد انا ما بقدر اعيش بلاك. عن جد؟ لسه بتقلي جد ومزار. انا يا سوسو انا بحبك بحبك موت فيك. وانا كمان يا خميس. حبيبتي بكرة اي ساعة؟ على فضاتي خليها. 10 الصبح منيح؟ تمام. وشلون بدك تعرفني؟ انت شلون بدك تعرفيني يا قطة؟ ماشي بأمرك انا. بس يعني شو رأيك نتفق على علامات بالأول؟ يعني كيف؟ يعني انا رح احمل بايدي وردة حمراء. تمام. وانا بحمل باقة وردة ملونة يعني فيها كل الالوان. يا عين عليكي. وشو اوصافك؟ خليها مفاجأة. هات اوصافك انت. اول شيء انا شب حليوة افندي قميصه تفتهني يعني على كيفك. ايه تكرم عينك من عيني هيئة بالهي. يا اهلين وسهلين. بكره رح ابعث لك معلم دهان مع صناعية تبعه على نفس السعر اللي اتفقنا عليه. انا رعيتك كثير. ايه ولو يا ميت اهلين وسهلين على راسي وعيني. مع السلامه. شو مشي حاله؟ كله تمام. ايه خلينا بموضوعنا الاساسي. كمان خالص بعتنا لهم 300 جالون ما بين طرش وزياتي. عظيم. معناته هلا خلينا بطلبيه عبد القادر زروي. هذا مرتب وفواتيره كبيره وبيدفع كاش. الشغل تمام تمام كله تمام. مجروح ومالو دواء من ارس كميه سوا. صباح الخير. اهلين. شو وين رايح معي بكره الصبح؟ شو دخلك؟ بس انتي ما سالتيني لوين انا رايح. ليش لحتى اسالك شو بدي فيه؟ حلو بالنسبه للسؤال سالتيني اياه. يعني. انا ما سالتك. معليش بالنسبه للسؤال سالتيني اياه يعني. رح جاوبك واقول لك انه رايح عندي ردة فو. في منه مدلة في منه افابيس في منه فولفو في منه مرسيدس. بتحطيها على النار لمدة ساعة بس على نار خفيفة. ها اوكي نار خفيفة. غيره في شي طبخة تانية بدك تتعلميها؟ ايه بس مو هلا كل شي بوقته. مثل ما بديك. لما عم يجي لعندكم ابو محمود؟ ايه بيجي. شو رأيك فيه؟ غليظ وتقيل دم. يو لا تحكي على ابو محمود هيك. ابو محمود؟ فكرتك عم تسألي عن سليم. ابو محمود شو رأيك فيه؟ تخيل عينه بجنن. طيب ليش ما تجوز لهلا؟ شو بيعرفني؟ ما سألته. بتعرفي لما؟ شو؟ ما بعرف لما. ماما؟ نعم. وين حطيتي الساندويشة؟ صباح الخير. خميس مو هيك؟ انا سبيت سحيد سلف شو بدي شو؟ انت خميس ما أنا طالع الوردة أنا شفتها. انا وردة ما معي لا وردة. انت مين؟ مين انت؟ ليكو خميس؟ ليكو خميس قولي.